السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. النهارده جايب لكم في تحدي جديد قوي قوي قوي، 4 كيلو لحمة ضاني من الريش، الحاجة 2 وأنا 2، معاهم طبقين سلطة، سلطة طماطم وطبقين سلطة طحينة والعيش. والعيش تبع التحدي. فمش عارف بقى مين اللي هيكسب، شجعوني ربنا أنا متشجعهاش. جاهزة؟ متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وادعوا لنا وفضلوا معانا. يلا يا حاجة جاهزة؟ جاهز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب. العيش مكبولنا ازاي؟ بسم الله. نعصر الليمون كده الأول. عمل ايديه والله وحيات هناك تسلم ايدك. مين اللي ناوي يكسب بقى النهارده؟ الله اعلم. الله ينور يا حاج. ميرسي. أنا عارفة إن هو عايز يسمع كلمة ميرسي. أنا ما بحبش مبسوطك في أي حاجة في الدنيا. وحش الدنيا اللي كلها عادي. انت عامل فرزة الطحينة دي؟ قول لي الأكلة اللي عملتها. يا سلام يا سلام. يا سلام سلم. ناويين على عكاوي ايه النهارده بقى؟ والله يا حسن مش عارف. خليك بس تقيل. شكلك جاهزان. بقالي كتير ما طلعتيش. بقالي كتير ما كنتوش. حبيبي حبيبي. ما شاء الله. هو ابوك بيجيب حاجه وحشه؟ ابوك متربع على اللحمه بضل جاي. مين اللي مسافر؟ مين اللي مسافر؟ لسه بدري. أنا في شيء مفيش وقت. ياما أنا ممكن لو كسبتك وعايزاها تعاقب بدالك تتعاقب، ما يمكنش. ميرسي. أنت واقف ليه يا حسن؟ أمشي يعني؟ أنا عارفة أنت مراقب الكاميرا بس. اكتبوا لهم يا جماعه ايه، ربنا يحفظكم كده في الكومنتات عشان الرومانسيه دي ما بقتش موجوده النهارده. عدنا اهو.
الله ينور. الحاجة مسابقة الحاجة مسابقة عايش هي مسابقة؟ مش مسابقة ولا حاجة بس مش عارف ايه هو اللي بيعاكس اللحمة دي حاجة انت جايبها من انهي حتة من الخروف؟ عمك صبحي جايبها قطعها لك بقى من انهي حتة من الرجل ولا منين؟ هو انا منبع لما يبع ضرني يديني قلوب لو انا نعم اروح صحة اروح عم اروح حب الضرب انا مش جاي لو اصل في حاجة بينبع خلفان صغير والكرة هذا روح دخل على المرة بالخروف فتح بقه اشوف سنه قد ايه حتى بعد ما ينذبح؟ طبعا الراس بتبقى باينة بص عاد ما يحسن ايه تذكري حاجة انا ماذا العب للناس انت ما بتاكليش عيش ان شاء الله انا شايفها مستوية كويس يعني انت بتعملها بين كده بتتشال انت العب ما تقولوليش وري لي الكاميرا ماشي عيني انت تتاكدي انت تفكر ان هو بيسيبك في العب العب والله والله العب انا ما رضيتش اعمل حاجه لان حرام شرعا حبيبي 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 قوم بيجي في نكون هذي الدنيا ده عشان اكون صار حاجات البيضة دي هي اللي فيها الموت كله حبيبي مش عايز تنسحب
عارفه لو انسحبت الخروف هيقول لي ما تجيش تقف عليا تاني تاخد مني لحمه. الخروف هيهبط والجلد يقول لي ما تجيش تاخد مني لحمه. اللي ياخد مني لازم يخلصني. لا بس كتير 2 كيلو لوحدي. لا بس انت ده نخلصه حوالي كيلو ونص من كل واحد. يعني ممكن اخلص اللحم بس ليش مش تخلصه؟ احمدك يا رب. انت بقى تخلص ايه؟ احمدك يا رب. خلي بالك بس ان هي فاهم بتقول كده عشان انت ايه؟ يعني انا خلصت العيش يا ابني. لسه قدامك نص جنيه. عامل شويه سلطه الطحينه ولا ادخل جبابك يعملها يا رب. والله يعني انا ممكن اكل طحينه بس وما اكلش حاجه تاني. جميله قوي يا رب. لا والله انا ما في الاكل ما اروحش. انت عارف انا طول عمري اقول الاكل ده كده وده كده. ايه خلاص شايفتي؟ لحاجة ما لحاجة برضه انا حاسس ان هما الاتنين شبهوا بس الحاجة عندها حماس اكتر. الحاجة؟ يا ابني دي عيشة لحالها. يعني بس اللحمة هي مسابقة فيها. شبهة في اللحمة؟ هي قدامها ثلاث كاسع انت قدامك اربعة او خمسة. فين الاربعة؟ اربعة ونص. انا مشكلتي بس ما بعرفش اقرب ايه بسرعة. حبيبي قوم بقى. قوم انت. قوم انا جعانه. انا باكل براحتي. شفت مش بقول لك الحاجه عندها حماس اكتر؟ انا باكل براحتي بس. وبعدين بقى مش هتقوم يعني؟ لا بس تنزل انت تنزل. ادفع كام لو انسحبت؟ ده انت اللي تديني مكافأة. ادفع كام لو انسحبت؟ انت اللي تدفع كام؟ لو خليتك انسحبت. أدبي. لا هو النهاردة الحاجة هي اللي بطلة بصراحة. والحاج بطل برضه. عموما هو جاب أخي. 2 كيلو كتار انا اللي استاهل. المفروض كنت جبت 3 كيلو بس. 3 كيلو ليه كنت الاثنين؟ هي 2 و2 4 كيلو كتير. وبعدين انا اكلت عيش خلصت الثلاث الرفه بتوعي. فالله ينور عليكي. شرطه جميله وشرطه جميله. كل حاجه جميله. انا بعلم يا ستي قدامك اهو قدام الناس. مش قادر اكمل كده. خلاص يبقى الحاجة بقى شوف لك عقاب النهارده. راحة. ده انا هنفخ. ما تخليش ابلع في كلام. ده ارجع. انا قلت لك قوم. انا لسه باكل. هسلمه ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني للعقاب. معانا 5 حاجات. ليمون وخيار وفلفل وملح وحل. وفي هنا 5 ورقات. الحاجة اللي هتطلع له هينفذها. كم ورقة؟ 3. 3 ورقات. انت عارف انا موافق على العقاب ده ليه؟ ليه؟ لأن حرام انك تتعاقبي في الأكل اللي انت عاملاه ده حلو. لا بس انا عارف. انا اكلت وكيفت. سلطة الطحينة مش عارف تعملها ازاي. واللحمة
وتسلم ايدك، ومش خساره ان انا اتعاقب، وحرام انك انت تتعاقبي، وربنا يخليك وتعملي لنا. انا بقى كفايه ان انا بعمل، ناكل من ايدك واحنا نتعاقب يا ست. يلا بس انت اخترتي لي ثلاث عقوبات يعني كده. والله انت بقى انت وحظك يعني، اختار كده ولا انا وحظي. انت عمال تقول اكل الاكل كله، اكل الاكل كله. شهالي خلاصي كان خرافي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايه ده؟ ملح. ملح يلا. اولها ملح. انت بتحب الحواد بس ده كتير. خد نص ثلث. طب هشرب ميه بعديها على طول عشان ايه؟ خد نص ثلث. حدق ضرب في دماغك. يا لو كنا انا اللي شربت الملح. يا عيني يا عيني الرومانسيه. يا لهوي اكيد انا اللي شربت الملح. قمت عليكي، قمت عليكي اهو. اعمل ايه؟ فلوس خلصت اجيب لك ايه؟ وفلوسك خلصت اجيب لي ايه؟ يلا اللي بعده. استني عليه حاجة، العقاب صعب. اشرب زيك اكن الملح يجيب بقنا. اكن الملح انا اللي شربته. يا هادي يا رب. بسم الله. ها الورقة التانية ايه؟ ايه؟ ايه جت ايه؟ شطة. شطة. يا نهار ابيض. وبعدين يا حسن السلام كله. لا كتير والله. انت وحظك طلع بارد تاكله كله، طلع حراق كل نص. حظك كتير. لا ما تقسمهوش، ما يمكن يطلع بارد. لو حراق هو لو حظ. لا كله. انت تخن كتير الارض. لا حراق دوق. حراق بالريحه. انا بعرف اشتم الريحه كتير. لا هو انا انت اخدت روح. طب دوقي دوقي. لا ما ادوقش. هو انا اللي خسرت؟ خد كله كله. حرق قوي عشان ما تتلمطش. حرق والله عشان ما تتلمطش. طب دوقي حته صغيره. لا ولا بقى. ده ريحته كفايه بس. نعم. حرق يا حاجة. ما تخمش والله العظيم لو بوقي ولع. لا 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 ولا. طب دوقي بس. لا ما انا عارف ايه اللي ما انا عارف. طب دوقي. ده الترتفه بتبقى بارده. طب دوقي. لا ترتفه والله العظيم لساني مولع. دي بتبقى حراقه. طب دوقي دي اللي حط لسانك بس عليه. لا مش عارف. واحكمي بعد كده. طب ماشي انا غلطان. الجايات كتير. هزناها بهشام. ده انت خدت مني السلسله. قلعتني السلسله. ما انا اديتها لك ولا خدتها؟ ما انت بعد ما زعلت. ايه بتشرب برشامه؟ حرق قوي. ده وش احمر. يلا اللي بعده. هاتي لي بقى الخيار تبرد. اللي بعده انت وحظك. ما انا بشيل بالبركه و ايه ايه خيار. شوف والله انا قلت لك كده بالحظ. ربنا عليك بيك تبارك بوك. كده ثلاثة. مش مش معنى دي خد حته بس. لا حول ولا قوه. لا المفروض تاكلها مع الخيار. لسه فاضل لك ورق. ليه ثلاثة اهو؟ هما ثلاث ورقات؟ أنا كنت عايز يفتح الرابعة. ماله يفتح؟ بعد كده؟ أستنى كنت العقاب ده حسب محمد عملوه أنا قلت أجربه. بجربيه فيا؟ دي حلوة. دي حلوة.
ايه لو الورقه الاخيره بتاعتها اكيد ليمون الاخيره بتاع ده ليمون ليمون انتهى العقاب بس يا حاجه انت النهارده عجبتيها كم قوي لا بس ما كانش الفلفل خليكم فاكرين ان احنا معاها وهي دبستنا قلعني السلسله وبعد ما زعلني راح جايب لي انا مدرب ساعتها انت بتخمي انا اللي بخم وانا خدتها وانت ورحت مدالك مع الجوش على طول خدي حته خيار مني لا يا عم والله حلو خيار حلو بس عنده برد سبب ما كسبني البرد سدد نفسه يلا بقى وايه كان المفروض ان انا اجيب 3 كيلو لحمه على الاثنين لا انا شفت اللحمه قدامها العيال روح البرد راح لما لقى اللحم نشوف وشكوا على خير بس الشطه وادونا لايك وفعلوا الجرس وشير واكتبوا الحاجه بطل وهياخد بطل المره الجايه عمرك ما هتكسبني تاني يا شيخ اللي عايز يرمي بالحكومه نخش لها ماشي يلا سلام عليكم وحسن ابو علي سرق المعده ليه كده؟ أنا كنت بدلعه كده، حسن أبو علي سرق المعدة. لو شربت لبس هيعمل إيه مع الملك؟ هيعمل فوران. هيعمل فوران. لا ما تشربش لبس. يلا. نشوف وشكوا على خير بقى.